conmemora el 17º aniversario de la ascensión al trono de su majestad el rey de Marruecos, Mohamed VI. أكد نائب وزير خارجية البيرو السيد إريك أندرسون ماتشادو خلال حفل استقبال أقيم مساء أمس السبت بالعاصمة ليما تخليدا للذكرى 17 لعيد العرش المجيد أن عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس زاخر بالإنجازات التنموية الشاملة والتي تتماشى والمسلسل الديمقراطية الذي أطلقه المغرب منذ استقلاله سنة 1956. واعتبر أمام حشد من الشخصيات البارزة في المجتمع البيروفي أن بلاده والمغرب يتقاسمان الكثير من القيم والمبادئ ويسعيان إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وبعد أن أبرز الأهمية التي اكتستها الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى البيرو سنة 2004، ذكر بأن البلدين تحذوهما الرغبة في الرقي بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأفق القريب. وفي تقديره فإن العلاقات بين ليما والرباط توجد في أعلى مستوياتها، وهي ثمرة زيارات منتظمة لمسؤولين حكوميين ورجال أعمال وأكاديميين وبرلمانيين وباحثين وفاعلين من المجتمع المدني، وهو ما ساهم في التقارب الفعال بين البلدين. emblemática, encarna la simbiosis entre la monarquía y el pueblo marroquí. وفي كلمة بالمناسبة أبرزت سفيرة المملكة المغربية بالبيرو الدلالات التي يكتسيها عيد العرش بالنسبة للمغاربة والتي تتجسد في التلاحم الوثيق بين الملك والشعب، وهو ارتباط ضارب في القدم، مذكرة في هذا السياق بالإنجازات الكبرى والمشاريع الضخمة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك محمد السادس، وذلك في العديد من المجالات. كما شددت سفيرة المملكة على أن المغرب البلد المسلم حريص على إشاعة ثقافة الحوار والتسامح والمحبة والانفتاح والتصدي لمختلف أشكال التطرف والإرهاب، وذلك من خلال برامج علمية تروم تأهيل الأئمة من مختلف البلدان ولا سيما من دول أفريقية وأوروبية ترغب في الاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال.